لا ادري اصورها زود ما صوره مره. ابو فيصل جاتت لك الديره وانت موجود؟ اي تبي يا جامل؟ لا لا في ذمتك انك تدي الصحيح. وش جاتت لك الديره مع مسعود ولا لا؟ شو 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 مسعود تدري مشكلته وش؟ اقسم بالله جدول شايب 50 متقاعد هو حمودي قطم. اقسم بالله العظيم انا رجال جدول كوش. انا اذا انا شايب انسان احب اجي الديره هذه اعيش اجواء انجليزي اكل انجليزي هذا يودينا شكشوكه فريج صغير فريج صغير وانت ودينا يا اخي اوكي روح مطعم كل يوم كل يوم ودينا الحين وديك سوشي اكل ياباني. الله عليك الله بالداي جيب دعوتي بسراي واش في جميع اوجاعي يا مرتجى واغفر لعبد المذنب من الخطايا بحب ساكن يثرب ما شفي عدني الله 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 ابو جال السلام عليكم. سعد الله مساكم بالخير بسرعت. زان نومك زان يومك ارقدوا يا اخوان يشبعوا نوم وطلعوا واستانسوا وغيروا جو. رايح المسعود من شعبول من جانا من السعودية هو بشوادي كرك ما تعدى ولا راح ديره محق آدمي فيني طاقة اليوم بسولف لكم واجد. والوال يا مسعود انجليزي الله حيه مرحبا ترحب المطر مرحبا مليار ولي ست رجال شايلنا بخاطره بيض الله وجهه اول ما مسكناه يوم البط لا التليفون يرن ها العلو قلت له انا هو وجهي عودوا لاهلكم بغي يروحوا لهو لحمود اخوي بغي يولون مع البط المصيبه في حمود المصيبه في الورع صغير كان في الديره مثل ابو مقلد الله يعزك ما عليك زوج ونعم في ذمك طلعنا انت قهوه يا اخواني بالاجواء الجميله هذه لنا شهر اول مره اي والله مبارك خير لاعبين فينا بتوتي هذا الحياة شو وين هذا شوف أي والله لي شهر والله يا إخواني ما جيت المنطقة ذيك اللي بوها وهي قريبة تعرف حال بلا حق مسعود مش أبو هذه الربع مطاعم وكافيهات تبعد عن هرج يمكن مشي 6 دقائق 7 دقائق يمدحون محل آيس كريم هنا صح ولا لا هذا محل آيس كريم هذا هو عليه يعني عليه وصح سلام 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 ما القوة في الأدمي ذا هذه كل الكلمات اللي عندهم يا أخوان
والله ما ادري شو المكان لكن دخلنا نشوف شيء لو انا يا اخوان احب حاجه واحده اني امشي على ثالي واكتشف طب اطيح فيها اتقطع سلام يا سلام هاي مسعود ايش رايك هذا كافي على شكل بيت حسب ما وصلني من لا هذا مع ثلاثة عندك أبي والله نفس الشيء دائما أقول معلومات السنة بدي تخرب عليك روح كيف الله بس صور أبو جال حلوة الله يبقى ما يجي منك حلوة حلوة مين كلك زين الله قوي لا مو هو الله قوي جلسات تصوير يعني وانطردنا لا يسري العود متضايق غالي وسير على غالي غالي والله يا ابو سالم لندن ما يبي لها الا ابو نوره مو ذا هدى هزله زهور العيش بحر يا ولد يا ولد ابن عباد الله حيه يا مرحبا رعيب المطر ايش طلعت تدرس؟ انا اتمشى ما ادري شو نستقبل عاوز الرقم يا باشا يلا حيا يا مرحبا ترحب يا المطر تراني جاي والله عشان محمد اخوي ايه شربة طلع لي شو روح بس طلع ترند في التيك توك ناخذ يا الامبير ويا اصا والليل عصباني كلها الله 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 حيه الله عمر وين عليك فيه ابن عباس اليوم تقيل شو رايك بالو وراك تدلمخ قبل العيد بسم الله ما شاء الله بسم الله حيه حيه انا والله يا اخوان اني خلاص خلنا نجي سيك قام يشرب السيكة على طول ايوه السيكة هذا بالسياكة اليوم بس في مع السياكة اليوم ترى الرجال بيخرب على آخر يوم بس آخر يوم بيمشي مسكين مسكين بيجي مطر ابوي انا خلنا بروح بعد مسافر وين اعرف وين تغيب وين قل انا لنا نينجيا نينجيا ولا اخوان احمد بن سلطان اخو بندر قابله بسباق الخيل بالرياض قال له اذا قلت لي اسم امك لك من عندي خيل وذكرت محمد احمد امه ثاني انا امي ثاني انت ابوك مزوج من دين اي امي ما اخذتك اخوك من ابوه ابويا ابوي هني محمد يجيب الخير بندر ام السياسه كلها الرجال انا رايح فاتح حساب على السياسه شوفوا هذا لا 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 فاتح ايه معليش حبيبي اشتي اشفينا متعه حافظ حتى الهوم حتى الهوم رزقاوي على ابو سلطان ايش تقول محمد أربع ريال على أمك يا شيخ وديسكاونت ها؟ يعني خصم ديسكاونت ديسكاونت يا والله بكسروني أكثر عشان نخرج
شك 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 كنا بقول مثل وادي مينو سبي متى طيارتك بكره تقولي ها صدق نطول يعني بلندن شكلي امي قالت ولا تبي تدرس القرار بكره ولا قمت كتب ادرس تراك تطول هنا نقد اطول اكثر لك انت تروح تجي الحين موجود هنا وبقى داخل انت الحين أنا يا إخوان فيني طبع ما داني الفرقع فرقع أكره كره أقسم بيت الله أنه يذبحني ويجيبني على وجهي كذا طايح الحمد لله أخوي طلعت أنا وياه اليوم ما طلعت والله أنا وياه بس طلعت أنا وياه قبل شوي أبو 10 دقائق رديت على البيت بيرقد ورا طيارة بكرة إن شاء الله ماشي مسافرين هو أهلي رايحين تركيا والعيال والصجة واللجة شت على حد ما يبقى منهم أحد عسى ربي يسر عليهم الفراق ما داني أنا والله إني ساج ورفعت الجوال وقمت أصور في أحد مثلي هالسالفة خاص ولا لا ولا أنا يعني الحال مبلوه أنا والله تراني ما أدري تراني زعلان وساج خلوني أمشي شفتي ورا بعض ذبي ها روح يا ما ارمى ما عندي كيف شفيك بري شعره العب شيك عادي شيك عادي كذا العب من برا الله يحييك شلون ابو محمد يا مرحبا حسارة على فيصل يا مرحبا مساء شلونك